والسلام على رسول الله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله. ونتابع في الحديث عن الأسيد بيز، ونتحدث في هذا الفيديو عن مقياس حموضة وقاعدية المحاليل أو الـ pH scale. والـ pH زي ما حكيت هو مقياس حموضة وقاعدية المحاليل بشكل عام، يعني نقدر من خلال هذا المقياس نعرف رقميا فعليا هل هذا المحلول حامضي أو قاعدي. لكن قبل كيف نعرف، خلينا نعرف شو هو القانون اللي بيحكم الـ pH. كيف ممكن نحسب نحن الـ pH؟ عشان نحسب الـ pH نحن بنستخدم إشي أو قانون بسموه الـ p function أو الـ p value. والـ p value هو الـ p function هو عبارة عن ناقص لوغاريتم، مثلا في حالتنا هاي كنا بنقيس pH، وناقص لوغاريتم تركيز أيونات الهيدروجين. فإذا كان معي تركيز أيونات الهيدروجين، كل ما علي أن أخذ الناقص لوغاريتم لهذا التركيز الرقم بين قوسين، حيطلع معي كم مقدار الـ pH أو الرقم الهيدروجيني. لذلك لو كان مثلا تركيز أيونات الهيدروجين أو البروتونات يساوي 1 × 10^7، فالـ pH عبارة عن ناقص 1 × 10^7 ويساوي 7 طبعا، مع الأخذ بعين الاعتبار قواعد الأرقام المعنوية. إيش يعني؟ في حالة اللوغاريتم نطلع نحن قديش في عندنا significant figure في اللوغاريتم، داخل اللوغاريتم، وفي حالتنا هاي هم 2 الواحد والزيرو، وعندي 2 significant figures، إذا الجواب لازم يحتوي على 2 decimal point اللي هم الصفر والصفر موجودات هنا. فلو كان الرقم كالتالي مثلا ناقص لوغاريتم 1 × 10^7، فطبعا الجواب راح يكون 7 بس مع 0.1. ليش؟ لأنه عندي أنا هون 1 significant figure اللي هو 1، إذن 1 decimal مقابله في الجواب. هذه قاعدة significant figures في مسألة اللوغاريتمات. الآن لما نتحدث عن علاقة الـ pH مع تركيز الهيدروجين، يعني شو بصير لو زاد تركيز الهيدروجين، شو بصير في الـ في الـ في الـ pH. فبإمكاننا نطلع على هذا الجدول، راح نلاقي إنه تركيز الهيدروجين 1 × 10^5 الـ pH هو عبارة عن 5. راح نحكي كمان شوي عن الميديوم هل هو أسيديك نيوترال أو بيسك، لكن خلينا نتابع في تركيز الـ H+. إذا كان تركيز الـ H+ 10^7، يعني فعليا أقل من 10^5 الـ pH 7. إذا كان تركيز الهيدروجين 10^9 فالـ pH هو عبارة عن 9. فيلاحظ عليه ما يلي، إنه كل ما نزلنا لتحت كل ما قل تركيز الهيدروجين، بالمقابل كل ما نزلنا لتحت كل ما زاد الـ pH. فالعلاقة بين الـ pH والهيدروجين أو تركيز الهيدروجين، إنه كل ما قل تركيز الهيدروجين كل ما زادت الـ pH. وهذا يلاحظ هون، يعني هون 10^5 وهون 10^7، قطعا هذا الرقم أكبر من هذا الرقم، ومع ذلك الـ pH هون 5 الـ pH هون 9. طبعا الـ pH يقاس من باستخدام رقميا باستخدام جهاز بسموه الـ pH meter. والـ pH meter هو عبارة عن جهاز فيه ديجيتال ديسبلاي، فيه شاشة إلكترونية وموصول بسلك، وهذا السلك موصول بقطعة زجاجية داخلها في عندنا دارات كهربائية تغمس داخل السوليوشن، تترك ثواني أو دقائق حسب، يعني ثواني هو إذا كانت استجابته سريعة جدا الجهاز أو حساسيته عالية جدا. وبيطلع معي هون قراءة كم الـ pH. عادة نحن بناخذ قراءة الـ pH عند درجة حرارة معينة، لأنه الـ pH يعتمد على درجة الحرارة، الرقم الهيدروجيني يعتمد على درجة الحرارة. في هذا المخطط هون بإمكاننا نشوف بعض المواد البيسك النيوترال والأسيدك، وبنشوف برضو الـ pH scale. فالـ pH scale ببلش من 0 وبينتهي بـ 14. ففي الزيرو هو أعلى أسيدتي، يعني حامضية جدا عالية، وأشوف قديش مثلا تركيز الهيدروجين هو 1 مولر. وفي الـ الأقل تركيز اللي هو 10^14، نحنا بكون الـ pH يساوي 14. الآن إذا كان السكيل كالتالي، هون 0 وهون 14 وفي النص في عندنا 7، ف عند 7 بنسميه نيوترال، ما تحت 7 هذه المنطقة كاملة بنسميها منطقة الحوامض أو حمضي، بكون محلول حمضي، وما فوق 7 بكون بيسك. فبالتالي بنلاحظ في هذا الجدول
انه الخمسة هو اسيديك، عند السبعة pH يساوي سبعة هو نيوترال سوليوشن، وعند التسعة بيكون بيسك سوليوشن. خلينا نشوف بعض الأمثلة والأسئلة الحسابية على هذا القانون. بحكي لنا calculate the pH and pOH for each of the following solution عند 25 سلسيوس. السوليوشن الأول هو 1 × 10^3 مولر من ال OH minus، فبما أنه معطيني مولاريتي تاعت ال OH minus حنستفيد من قانون ال KW فيما بعد. فراح نقول قانون ال KW هو عبارة عن تركيز ال H plus في تركيز ال OH minus. بالتالي أول شيء معطيني تركيز ال OH minus، بالتالي بقدر إني أوجد منها ال pOH، وال p value لأي شيء هو ناقص لوغاريتم ذلك الشيء. فلو كان هيدروكسيد فكل ما علينا نأخذ له ناقص لوغاريتم تركيز الهيدروكسيد اللي هو OH minus، وهذا يساوي ناقص لوغاريتم 1 × 10^3 وهذا يساوي لنا طبعا 3.00 مرة ثانية 2 zeros أو 2 decimal لأنه في عندي 2 significant figures هون. هذه هي ال pH. طيب ال pH كم تساوي لنا؟ أنا أمامي طريقتين لحل ال pH. أول طريقة باستخدام ال kW، ليش؟ لأنه نحن بنعرف ال kW هو عبارة عن 10^14 أو 1 × 10^14 يساوي لنا تركيز ال H plus هو المطلوب، لأنه نحن كمان شيء حنلاقي ناقص لوغاريتم أو حنحتاج إلى ناقص لوغاريتم تركيز ال H plus، فبلزمني تركيز ال H plus هون. ذلك بدنا نوجد تركيز ال H plus في ال OH minus طبعا، وبالتالي هذه معروفة معنا اللي هو السؤال في الباطن إياها. إذا 10^14 يساوي تقسيم 1 × 10^3 يساوي لنا تركيز ال H plus، وهذا يساوي لنا 10^11. إذا هون راح نقول ال pH يساوي لنا ناقص لوغاريتم 1.0 × 10^11، وهذا يساوي لنا 11. هذه الطريقة الأولى، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ممكن نستدعي فيها هذا القانون ونحول شكله. فبالتالي نحن نعرف ال KW يساوي لنا تركيز H plus في ال OH minus. أوكي، لو أخذنا ناقص لوغاريتم لكل الأطراف اللي هون، فناقص لوغاريتم هذا الرقم يساوي لنا ناقص لوغاريتم ال H plus في ال OH minus. ونحن نعرف لما يكون في عندنا ناقص لوغاريتم على 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 رقمين مضروبات في بعض، بإمكاننا نوزع هذا الناقص أو هذا اللوغاريتم عليهم، وبالتالي هذا من الرياضيات طبعا. فبالتالي عندي ناقص لوغاريتم ال H plus ناقص أو زائد الناقص لوغاريتم ال OH minus. الآن هذه عبارة عن PKW، والKW هو عبارة عن 10^14. إذن الPKW اللي هو ناقص لوغاريتم 10^14 هو 14، وهذه عبارة عن ناقص لوغاريتم ال H plus هي ال pOH، والناقص لوغاريتم ال OH minus هي عبارة عن ال pOH. وبالتالي بإمكاني أحسبها من خلال هذا المنطق. ليش؟ لأنه أنا في البارت الأول هون أوجدت ال pOH. إذن راح نحكي إنه ال pH يساوي لنا 14 ناقص ال pOH، وهذا يساوي لنا 14 ناقص 3، وهذا يساوي لنا 11، وهذا الرقم بالضبط نفسه هذا الرقم. فإما أن نستخدم ال KW عشان نوجد تركيز ال H plus وبعد هيك نأخذ له ناقص لوغاريتم، أو أننا نستخدم هذه القاعدة ومن خلالها إذا وجدنا ال pOH أو ال pH نوجد الثاني، المتغير الثاني طبعا. السؤال اللي بعده بحكي لنا the pH of sample of human blood was measured to be 7.41، يعني عندي عينة دم لما تم قياس ال pH تاعتها وجدت انها 7.41 عند 25. المطلوب كم pOH، كم ال H plus، وكم ال OH minus تركيزا طبعا. فنحن اول شيء معطينا هذا الرقم، هذا الرقم هو عبارة عن ال pH. اذا ال pH زائد ال pOH يساوي لنا 14، هذه من القاعدة اللي قبل شوي شفناها. وبالتالي أنا معطى معي ال pH، هذا معطى معي، هذا مطلوب هياته، وهذا رقم عادي. وبالتالي بنحكي إنه ال pOH يساوي لنا 14 ناقص 7.41، وهذا يساوي لنا 6.59. يس،
اوكي، فهذه قيمه البي او اتش هاي تشيك. الان بدنا نوجد تركيز الاتش بلس. الان تركيز الاتش بلس هنلاقيه من البي اتش، ليش؟ لانه احنا بنعرف ان البي اتش سوينا ناقص لوغاريتم الاتش بلس. بالتالي اذا بدنا نعرف كم تركيز الاتش بلس لحاله، بدنا ناخذ الانتي لوج، يعني اللي هو عباره عن 10 قوه، و10 قوه كم؟ 10 قوه ناقص البي اتش، هذا هو الانتي لوج في حالتنا هاي. وبالتالي تركيز الاتش بلس يساوي لنا 10 قوه ناقص 7.41، وهذا يساوي 3.89 ضرب 10 قوة سالب 8 مولار، طبعا لأنه بيحكي عن تركيز. طيب الآن المطلوب الأخير اللي هو الـ OH minus. تركيز الـ OH minus راح نعامله نفس معاملة التركيز الـ H plus. فنحن عندنا الـ POH سوينا ناقص لوغاريتم الـ OH minus، وبالتالي تركيز الـ OH لحاله سوينا الأنتي لوج 10 قوة ناقص الـ POH، ومنه تركيز الـ OH minus يساوي لنا 10 قوة ناقص الـ POH، طلعناه هون 6.59، وهذا يساوي 2.57 ضرب 10 قوة سالب 7 مولر. لو حبينا نتأكد من شيء، نتأكد انه هل الـ KW في هاي الحالة يساوي لنا 10 قوة ناقص 14 تقريبا عند 25، فكل ما علينا انه نضرب هذا الرقم هنا بهذا الرقم هنا، فلما نضربهم في بعض حنلاقي انهم almost، طبعا في تقريب لانه في تقريب في الموضوع، almost 1.0 ضرب 10 قوة سالب 14. اذا تركيز الـ H plus في الـ OH minus يساوي لنا 10 قوة سالب 14، ويساوي لنا الـ KW. خلينا نشوف مفهوم ثاني ومتعلق في حسابات البي اتش، الا وهو اوكي احنا بنحسب بي اتش للاسيدز مثلا او للبيزز. كونه كل حديث عن الاسيد، خلينا نشوف للاسيد. ومن ضمن الاسيد في عندنا احنا حكينا من قبل سترونج اسيد. كيف ممكن نحسب البي اتش للسترونج اسيد سوليوشنز؟ سترونج اسيد زي ما حكينا من قبل هم ال HCl، HNO3، H2SO4 وال HClO4. هذه كلها سترونج اسيدز، يعني بتتفكك تفككا كاملا. HCl بيعطيني H بلس بلس Cl minus. الآن إذا بدنا نحسب الـ pH فعليا حنعتمد على هذا الـ H plus. لكن لا ننسى شيء، إيش هو هذا الشيء؟ الآن هذه الـ acids كلها موجودة في aqueous solution، فبالتالي هي مذابة في ماء. خلينا نشوف المثال ونفهم شو اللي بدنا إياه. بحكي لنا calculate the pH of 0.1 molar من الـ HNO3. فأنا عندي محلول من الـ HNO3 هو strong acid، تركيزه 0.1 molar، المطلوب كم الـ pH لهذا المحلول؟ لازم نفهم شو اللي موجود اصلا. نحن عندنا محلول، هذا المحلول فيه HNO3 والمذيب هو عبارة عن H2O، لذلك في عندي مصدرين لل H plus. المصدر الاول اللي هو ال HNO3 بتفكك تفكك كامل، بيعطيني H plus plus NO3 minus. تمام. المصدر الثاني هو المي نفسها، المي بتتفكك بتعطيني تفككها under equilibrium، بتعطيني H plus plus OH ماينس. فضروري جدا احدد مين هو مصدر الحمض ال H plus اللي مسيطر على حامضية المحلول، يعني اللي بين قوسين مؤثر بشكل كبير في حامضية المحلول. هل هو ال H plus او الايونات الهيدروجين اللي جاي من النيتريك اسيد، ولا ايونات الهيدروجين اللي جاي من المي؟ لما نحكي عن سترونج اسيد عادة بتكون هي المسيطرة، والدليل هو التالي، انه انا عندي فعليا 1 بالعشرة مولر من HNO3. لما يتفكك تفككا كاملا بيعطيني 1 بالعشرة مولر من H plus و 1 بالعشرة مولر من NO3 minus. طيب حلو، اذا هذا تركيز ال H plus اللي جاي من ال HNO3. طب كم تركيز ال H plus اللي جاي من المي؟ نحن المي عندنا لها KW، ونحن بنعرف ان ال KW هو عبارة عن 10 قوة سالب 14. اذا وهذول اثنين متساويات اللي هي ال H plus وال OH minus، وهذه 10 قوة سالب 14، اذا هذه عبارة عن 10 قوة سالب 7، وهذه عبارة عن 10 قوة سالب 7. فالآن المطلوب هو التالي، أني أقارن تركيز الـ H plus اللي جاي من المي مع تركيز الـ H plus اللي جاي من النيتريك أسيد. راح نلاقي أنه التركيز الـ H plus اللي جاي من النيتريك أسيد أكبر بكثير من تركيز الـ H plus اللي جاي من المي.
بالتالي اللي حيحكم ال pH لل solution هو ال H plus اللي جاي من ال HNO3 بحكم انه الرقم ضخم جدا. هون هذه عبارة عن فعليا 10^-1 وهذه عبارة عن 10^-7 والـ10^-1 هي أكبر بكثير بمليون مرة أو 10 ملايين مرة من 10^-7. بالتالي راح نعتمد على هذا التركيز فقط في حساباتنا. لذلك راح نحكي ناقص لوغاريتم أو الـ pH يساوي ناقص لوغاريتم تركيز الـ H plus اللي جاي من الـ HNO3 ويساوي ناقص لوغاريتم اللي هو البوينت 1 ويساوي لنا 1 like this. اوكي okay. خلينا نحط هون 0.0 كيز تمام عشان significant figures. ف طيب قد يسأل سائل يقول لك اوكي طب ليش ما جمعت ال H plus اللي من ال HNO3 مع ال H plus من اللي من المي عشان ناخذ التوتال. اوكي خلينا نجمع نشوف التركيز ال H plus التوتال يساوي لنا ال H plus اللي جاي من ال HNO3 اللي هو عبارة عن 10^-1 سوري زائد ال H plus اللي جاي من المي اللي هو 10^-7. بلاحظ انه هذا الرقم ضخم جدا مقارنة في هذا الرقم فما راح يطلع عندي هذه almost point 1 اللي هي 10^-1. وبالتالي عشان هيك بنكنسل نحن ال H plus اللي جاي من المي. هذه الكيس الاولى. خلينا نشوف الكيس الثانية. الكيس الثاني بحكي لنا اذا كان احسب لي ال pH اذا كان المحلول هو HCl strong acid وتركيز ال HCl كمحلول او كمادة هو 1/10^10. ففعليا انا عندي محلول هذا المحلول فيه HCl والمذيب هو الماء كالعادة. تركيز ال HCl هو 1/10^10. اذا هون في عندي مصدرين لل H plus لانه نحن حنحسب pH. المصدر الاول هو ال HCl اللي تفكك وتفكك كامل بيعطيني H plus plus Cl minus وهنا تركيزه 1/10^10 وهنا برضو 1/10^-10. نحن بهمنا ال H plus فالCl نفسه. هذا المصدر الاول. المصدر الثاني هو المي نفسها تفككها تفكك ضعيف يعطيني H plus plus OH minus واحنا عارفين انه هذه عبارة عن ال KW لها عبارة عن 10^-14. اذا هذه عبارة عن 10^-7 وهذه عبارة عن 10^-7. الان في عندي زي ما حكينا قبل هيك في مصدرين لل H plus. المصدر الاول اللي هو ال HCl وبعطيني هذا الرقم والمصدر الثاني اللي هو المي وبتعطيني هذا الرقم. لذلك اذا بدنا نسميه بنقول H plus total وهذا يساوي ان ال H plus اللي جاي من ال HCl زائد ال H plus اللي جاي من ال H2O ونطلع بنلاقي انه هذا عبارة عن 10^-10 واللي جاي من المي هو عبارة عن 10^-7. مع ملحوظة ما يلي انه ال H plus اللي جاي من المي واكبر بكثير فعليا. طلع هذه 10^-10 هذه 10^-7 فهذه اكبر من هذه من ال H plus اللي جاي من ال HCl وبالتالي مصدر ال H plus المسيطر او dominant خلينا نحكي هو الماء. بالتالي هذا راح نهمله هذا الرقم راح نهمله هذا راح نهمله. فبالتالي هذه almost 10^-7 وال pH راح يعتمد على هذا الرقم. اذا ال pH يساوي ناقص لوغاريتم ال 1/0/10^7 وهذا يساوي لنا 7.0 that's it بدون اي شيء. فدائما ابدا لازم نركز. تخيل كلاهما strong acid لكن اوكي هم strong صحيح بس قديش تركيزهم عشان نعرف مين هو اللي حيعطيني ال H plus الاكثر مين هو المسيطر فعليا في هذه المحاليل. هل هو ال H plus اللي جاي من الماء من تفكك الماء ولا ال H plus اللي جاي من تفكك strong acid نفسه. بإمكاننا نشوف more exercises في chapter 14 رقم 53, 55, 56 في الكتاب المرجعي زومبا الكيمستري من chapter 14. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلى.